سمعان بلعبة Escape from Tarkov؟ حابب تعرف شي عنها؟ هيدا الفيديو ليلك. إذا كنت بتعرف اللي هيدا اللعبة أكيد مارق بموقف تبع إنه أصدقائك بيسألوك شو هاي اللعبة؟ فبكل بساطة فيك بس تفرجين هيدا الفيديو. شيكي بريكي بالشيك ويكين. لعبة Escape from Tarkov هي لعبة أبداً منها لضعفاء القلوب. هي لعبة محاكاة من مستوى عالي جداً من الصعوبة والواقعية، وهي صايرة مزيج بين الميكانيكية تصويب الأسلحة مع واقعية البقاء على قيد الحياة. تتضمن هيدي اللعبة شخصيات متعددة بتنقسم بين سكاف و بي ام سي. السكاف هن الميليشيات المحلية المسلحة في تاركوف. بيتواجدوا بهيدي اللعبة بشكل أساسي كبوتات، بيكون معهم أسلحة وعتاد قليل الجودة ومهارات ضعيفة. في منهم بيتسموا رايدر، مهاراتهم أفضل وعتاد متطور أكثر. فينا نقول إنهم بي ام سي متقاعدين. وفي كمان سكاف بوسز. سكاف بوس هو بيكون رئيس على مجموعة صغيرة من الميليشيا، أو بيكون متفرد لحاله، بيكون متطور ومهاراته أفضل. البي ام سي هو الشخصية الرئيسية بهيدي اللعبة اللي فيك تختارها بين بير ويوسك. اليوسك أسلحته غربية ولغته إنجليزية، وبير أسلحته ولغته روسي. رح نحكي عنهم تفاصيل أكتر بالفيديوهات القادمة. هلأ رح نحكي عن الريدز. رح تفوت على اللعبة رح تلاقي إنه عندك وقت محدد لحتى تلاقي فيه لوت، تعمل مهمات وتطلع من المخارج المحددة الموجودة على الخريطة، بالرغم من وجود المخاطر، لأنه رح تلاقي بوجهك بي ام سيز تانيين غيرك رح يحاولوا يقتلوك، أو حتى سكافز اللي هني ممكن يكونوا اي اي أو ممكن يكونوا لاعبين. وإنت موجود بالريد رح تطور مهارات خاصة بالكاركتر تبعك إن كان بي ام سي أو سكاف. التطور تبع الكاركتر والمهارات هي منفصلة بين بي ام سي وسكاف. أنا كل يوم عم بعمل بس على تويتش للي حابب يحضرنا عم نلعب هيدي اللعبة، وإذا عندكم أي سؤال تشرفوا أهلا وسهلا. الانفنتوري هي الشخصية تبعك، هي كل شيء أنت بتاخده معك على الريد. وستاش قول الخزنة تبعك اللي بتحتفظ فيها بكل شيء ليلك. هون ما في شيء بتخسره. الإيربيس هي السماعات اللي بتخليك تسمع لمكان أبعد وبتخفف لك صوت الريح والمطر. الهيدوير هو أي شيء بتلبسه على راسك مثل خوذي أو شيء. الفيس كفر هون فيك تلبس نظارات أو أي جوجلز. عندك البادي أرمر اللي هو الدرع، وأونسلينج أون باك اللي هن السلاحين الرئيسيين فيك تحملهم معك. الهولستر هو اللي بتحمل المسدس تبعك، والشيث اي سكين او اي سلاح ابيض. وعندنا التاكتيكال ريج مثل ما كن شايفين هي اللي بتحمل المخازن وهالقصص، وعندنا الباك باك اللي هي شنطه الظهر. طبعا موجود تاكتيكال ريج مثل ما كن شايفين بيكون منه وفيه درع، هي بنفس الوقت فيها سلوتس لحتى تحمل فيها اللي بدك اياه. بالنسبه للباوتش هي سكيور كونتينر، ما بتخسر اي شيء موجود بقلبها اذا متت، ولكن مو كل شيء بينحط بقلبها، وبيختلف حجمه حسب النسخه اللي عندك اياها من اللعبه. طبعا مع الوقت والمهمات فيك تشتريه من عند بيس كيبر، وحده اكبر من ستاندر، او عن طريق المهمات فيك تفتح اب سايلن اللي هي 2x4. بالنسبه للتجار عندنا 8، كل واحد منهم متفرد بشو بيبيع او شو بيشتري. فيك تطور التجار اذا بتعمل مهمات او بصرف اموال او بدرجه اللاعب تبعك. نبدا بالثيرابيست، عندك كل الطعام والشراب والمواد الطبيه وبعض الصناديق والمفاتيح. بالنسبه لبرابر وميكانيكو سكير هني متخصصين بكل شيء له علاقه بالاسلحه وبالرصاص. بالنسبه لراجمان هو مختص بكل العتاد اللي بينلبس مثل الخوذه والدرع والتاكتيكال ريجز والشناتي. بيس كيبر متخصص بالاسلحه وبالرصاص، بعض المواد الطبيه وبعض العتاد اللي بينلبس، بس ما بيتعامل الا بالدولار. بالنسبه لياجر عنده اسلحه ورصاص وبعض المواد الطبيه والطعام. بالنسبه لفنس هو بيبيع وبيشتري اي شيء، ولكن بيشتري برخص كتير وبيبيع بغلا كتير. في 3 عملات اساسيه باللعبه اللي هن الروبل الدولار واليورو. الهايد اوت هو منزل افتراضي للاعب لحتى يصنع فيه الاشياء لحتى يبيعها او يستخدمها، ويمكن تطويرها بعدين لحتى تصنع اشياء متطوره اكثر بالمستقبل. وفيها كمان شوتينج رينج لحتى فيك تجرب الاسلحه تبعك. هيك اصدقائي بكون انتهى الفيديو لليوم، بتمنى يكون نال اعجابكم. لا تنسونا باللايك بالمتابعه وبالمشاركه. انطرونا الفيديوهات الجايه. باي باي. شيكي بريكي بالشيك ويكين.